السلام عليكم، معكم مؤيد سليمي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل مراجعة لهذا الميكروفون الذي يدعى ينماي كيو اي، بالإضافة إلى ذلك أنه في آخر هذا الفيديو سوف أتحدث عن أمر مهم جدا يخص الميكروفونات. وأول شيء نبدأ به هذه المراجعة هو ثمن هذا الميكروفون، والذي يصل إلى 37 دولار من موقع fasttech.com. للإشارة، في هذا الموقع هو الذي أسأل لي هذا الميكروفون لكي أقوم بمراجعته. غير ذلك فبإمكانكم شراءه بثمن أقل ب 34 دولار من موقع جيربس. سوف أترك لكم جميع روابط الشراء أسفل هذا الفيديو. ونمر الآن إلى فتح علبة هذا الميكروفون بسرعة. نجد أولا كتيب الاستعمال الميكروفون، كيبل المايك، وكيبل آخر من أجل ربط الميكروفون مع الهاتف، بوب فلتر وستند، بالإضافة إلى قطعة صغيرة تفيد في تركيب الميكروفون مع الحامل. ونمر الآن إلى البيلد كواليتي، فجودة تصنيع هذا الميكروفون هي جيدة، فنجد في الأعلى مصنوع من المعدن، أما من الأسفل فهو من البلاستيك، وعندما تلمسه تحس بأنه رطب جدا. وفي الجوانب الخاصة بهذا الميكروفون تجد شريط من سبائك الزنك وهو لامع جدا. دعوني أتحدث لكم عن نوع هذا الميكروفون، فهو من نوع كارديود. ماذا يقصد بكارديود؟ كارديود يقصد بها أنه يلتقط يعني الصوت من الأمام، فقط من الجهة الأمامية. أقصد بذلك أنه إن تحدث شخص معين من الجهة اليمنى أو من هذه الجهة أو أيضا من الجهة الخلفية لن يتم التقاط صوته بشكل جيد، ولكن عندما أتحدث أنا من هذه الجهة، الجهة الأمامية، سوف يتم التقاط الصوت بشكل جيد جدا. وهذا المود أجد صراحة يعني أنه عملي جدا بالنسبة لمن يسجل بودكاست أو يغني أو شيء كهذا، فهذا الأمر سوف يفيده بشكل جيد. أمر آخر، فهذا الميكروفون هو مثله مثل BM800 يتم تثبيته على هذا ستاند، فهو لا يتوفر على ستاند خاص به مثل بلويتي إلى ما ذلك. العديد من الميكروفونات ومنها هذا الميكروفون لا يمكن تشغيلها مباشرة، يعني ربطها مباشرة مع الحاسوب وتسجيل الصوت إلى ما ذلك، لأنك إن قمت بذلك فصدقني سوف تحصل على جودة صوت سيئة جدا. الأولى والتي أفضلها أنا شخصيا هو أن تحصل أو تشتري ما يسمى بالأوديو انترفيس. الأوديو انترفيس هو جهاز فيتم ربط الميكروفون مع الأوديو انترفيس بحيث يعطي هذا الأخير طاقة كهربائية تصل إلى 48 فولت حتى يصبح الميكروفون قويا وقادرا على الاشتغال بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك أنه بالاستعانة بأوديو انترفيس تستطيع أن تتحكم في الجين. يقصد بذلك أنه إن قمت برفع الجين الخاص بالميكروفون سوف يتم التقاط الصوت عن بعد مسافة كبيرة نوعا ما، ولكن إن قمت بخفض الجين سوف يتم التقاط الصوت فقط عندما يكون الفم مباشرة مع الميكروفون، وهذه الميزة هي مهمة جدا. إلا أن جهاز أوديو انترفيس باهظ نوعا ما، فثمنه يبتدئ من 100 دولار فما فوق. إلا أنني أنصح به إن كنت تستعمل الصوت وتريد تسجيل الصوت بشكل احترافي، فأنصحك بأن تقتني جهاز أوديو انترفيس. الطريقة الثانية هو الاعتماد على جهاز يسمى فانتوم باور، وهذا الجهاز يعطي للميكروفون فقط طاقة 48 فولت لكي يصبح الميكروفون يعمل بشكل جيد. نعم بطبيعة الحال يمكنك التحكم في الجين، ولكن النتيجة التي يعطيها هي تقريبا مثل الأوديو انترفيس، فقط الأوديو انترفيس يتحكم في الجين إلى ما ذلك. وثمن هذا الجهاز هو رخيص، فقط 20 دولار، ليس كما الأوديو انترفيس، إلا أن الأوديو انترفيس تبقى الأفضل. فإن لم تكن لك الميزانية الكافية لشراء أوديو انترفيس أنصحك بجهاز فانتوم باور. الطريقة الثالثة هو ربط الميكروفون مع الهاتف الخاص بك عن طريق الكيبل الذي يأتي مع الميكروفون. فشخصيا جربت طريقة هي تعمل بشكل متوسط، تعطيك جودة صوت عادية جدا، وليست يعني جودة الحقيقية للميكروفون، لكنها جودة عادية مقبولة، يمكنك الاستعانة بهذه الطريقة من أجل تسجيل الصوت خاص بي عن طريق هذا الميكروفون ينماي كيو 8. فحاليا انا لا اتوفر على لا اوديو انترفيس ولا فانتوم باور، ولذلك قمت بتجربة تسجيل صوت هذا الميكروفون مع الحاسوب مباشرة، وتجربة اخرى فيها تسجيل صوت الميكروفون مع الهاتف. هذه هي تجربة تسجيل صوت بعد ربط الميكروفون مع الحاسوب مباشرة، وهذه هي تجربة تسجيل صوت بعد ربط الميكروفون مع الهاتف. وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا دائما تشجيع بالنقر على زر اللايك، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس من اجل تتوصل باي فيديو يتم نشره مباشرة على قناة وائل سليمي. اما انا لا يبقى لي الا ان اضرب لكم موعد في فيديو جديد قريبا. دمتم بامان.